شاء الله هذا العيد يعيد علينا بالأمن والأمان والسلام لكل العراقيين، وبالخصوص ناحية أبو صيدة ومحافظتها المنكوبة ديالها. اليوم حضرنا باجتماع موسع لشيوخ عشائر ناحية أبو صيدة وجاهة وقراها في قرية أبو خنازير، وكان الحضور من الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية والمجلس البلدي ورجاء هذه المنطقة من أجل التعايش السلمي لهذه القرى اللي تابعة لهذه الناحية، وطلعنا بنتيجة مرضية لكل الأطراف، وإن شاء الله سنعمل على الأمن والأمان لكل ناحية أبو صيدة. نطالب من دولة رئيس الوزراء ومن البرلمان الالتفاتة إلى هذه الناحية المنكوبة ومحاربة داعش وملف داعش وتكثيف الأمن والأمان وزيادة القوة الأمنية لهذه الناحية حتى ينبسط الأمن إلها وتكون ناحية مستقرة. سبق وأن قدمنا المجلس البلدي وإدارة الناحية والأجهزة الأمنية، نطالب وزير الداخلية ووزير الدفاع بتعيين أكثر من 150 منتسب من هذه القرى المنكوبة حتى يكون الأمن بها مستقر ومستتب، حتى نقدر نحافظ على هذه الناحية. واليوم احنا تشوفونا كنا بأجناسنا بقرانا بوضعيتنا، جينا نشوف للعالم كله انه ناحية ابو صيدة ناحية وحدة وناحية مستقرة، وان شاء الله نعمل من اجل بناء هاي الناحية ومن اجل بناء عراقنا العظيم، ومن نقبل اي شائبة تدخل هذا العراق وتدخل هاي الناحية. واشكركم جزيل الشكر والتقدير. والله الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية تعمل من أجل إظهار هذه الجريمة حتى نقدر نسيطر عليها ونفضحهم أمام كل الناس، لأنه هذه وراها أجهزة تعمل من أجل تخريب هذه من داعش ومن لفة داعش. والله اكو توجيهات وهسه حاليا المفارز اللي موجوده موقوفه عندنا، والتحقيق مستمر، وان شاء الله نطلع بنتائج مرضيه لكل الاطراف. احنا نريد نبني ناحيه مستقره امنه، نريد نبلط، نريد نعمر، نريد نصف الرصوص لهذه الناحيه، ما نريد نخرب هذه الناحيه على داعش وملف داعش. وان شاء الله داعش والخارجين عن القانون تخرج عنه.